كان 2004 نتصور احسن ذكرى في مسيرتك وحتى في ذكرى اي تونسي معنا بطوله افريقيا هذيك. نحب نعرف فماش حاجات ما تحكيوش على البطوله هذيك اللي زنك دوت كواليس. وي فما برشا ما تحكيوش برشا انورميمون. انا ساعه حاجة. انا شوف معنا. انا شوف نحب نقول لك حاجه اسلام اللي من المفروض حسب رايي انا اذا مش مره كل عام مره في الاربع سنين لان كنت فيك كانت تصير مره في الاربع سنين ولا مره في العامين يصير احياء الذكرى هذه لانه اللقب الوحيد اللي فازت به تونس تحب ولا تكره. فتقولي انت كيفاش سمى شويه هكا كل 14 فيفري نتفكروها هكا انت تفكرت 14 فيفري هذه شكون تكلم كتوزر. لا فما برشا انا ما سمعت في اي اف ام حتى برنامج مثال سال عليها يمكن ستربيا يعطيهم الصحه. اما ما نكفيش برامج انا تعرف شو يعملوا في باش نعطيك فكره في ليكيب دو فرانس نتاع 98 وحتى الاخرانيه كل سنه في الدات هذيك يقع جمع الاطار اللي مازالوا حيين من الاطار الفني واللاعبين في تيني اللي هي نقطه الانطلاق تاع طرابلس تاع المعسكر تاعهم وتصير اسبوع عباره على سيمينار يداولوا فيه بعض معناتها تتلم العباد مهم برشا يعطينا حاجه. فمن ضمن الحاجات اللي صارت برشا هو انك يزمك تعرف حاجه المعسكر فين اخترناه احنا في سويسرا نفكر لا نتاع كوب دافريك 2004 انت تحكي على كوب دي موند هذاك كوب دافريك 2004 التخطيط وصار بالطبع بالتعاون هاو جاك لا معايا لكن خاصه مع الايطالي الكل لكن كان مبادره من طرفي انا عملنا اولا ايطاليا بورغزيانا في ايطاليا دامت اسبوع ثم من ايطاليا رجعنا الجربة اختيار جربة بلادك اكيد لا مش خاطر بلادي خاطر نعرف مليح لي ديتاي لما اقترحت نعرف مليح اسكون بو غاني غادي فهمت دونك نزلنا من بورغزيانا الى جربة عملنا غادي مباراه وديه كان ضد كرش مع البناء خلال المعسكر هذاك ومن بعد تعدينا لصفاقس عملنا مباراه اخرى مع نفس الفريق دوزيام ماتش ومن بعد طلعنا الرادس باش بدينا الملحمه نتاع 2004 عاد الحاجه اللي قعدت هامه جدا كان تذكرش كنا احنا اليبوك ونمبر دو 29 جوار في البدايه بما فيهم الزيتون ناحيه خمسه ملاعبين يعطيك الصحه فان ايفينمون قعد تسلك عليها قعد ان ايفينمون تري ماركون على خاطر اللاعبين هذوك كانوا عندهم قيمه كبيره خاصه في الفتره هذيك كانوا مشعين كيما خالد المولي وكيما علي الزيتون وكما لاعبين وش اسمه انيس بوسعايدي هذوما لاعبين كانوا في الفتره هذيك من احسن ما عندنا لكن وجب الاختيار والفتره هذيك ما نساهاش خاطر كانت فتره صعيبه جدا جدا وكانت مؤثره فالحقيقه لما وقع الاختيار الجماعي اونيتي تري توشي انا سما ماركي تفضل علي الزيتوني كان في بلاصتك في الكرسي هذاك قال في 2004 الوقت هذاك كان فما وشايه لروجي لومير بعدم الانضباط من شخص معين هي خلته يتنحى من ليستا سيرتو ليستا اسمه تذكر في القائمه في الاحد الرياضي جي كرو با. انا شوف عليه وليد باهي ومتربي وخدام وتري بيان ما فماش مستحيل كان روجي ياخذ ديسيزيون ساعه هو تعرف شنو تعمل كيفاش تعمل القائمه باش نعطيك دي ديتاي اكثر القائمه تعمل كل انسان من الاطار الفني يعمل قائمه فيها 23 لاعب الناخب الوطني ياخذ القائمات الكل يقرا ويحدد بعد يخرج بالقرار الاخير وخاصه فما يونانيميتي وكيفاش صارت اليونانيميتي انا ديما نحكي لك على رايي الشخصي لي بوين دو كريتير شنو هما اللي تاخذهم تاخذ لا فقط الامكانيات الفرديه للاعب اللي هي امكانيات جيده تشوف مدى الانسجام تشوف لو بيزوان اسكيلي اكثر كما توا احنا شكون لي زاتاكون اللي كانوا مونسونتوس والجزيري صحيح ولا لا كومبليمونتاريتي نتاع دو زاتاكون اكثر ولا تمشي نجم ثمانيك لهنا نجم براهم براهم كان نجم يكون بلاصه نجاح براهم على الزيتون نجاح براهم جاء ها باش نقول لك علاش نجاح براهم جاء على خاطر في الفتره هذيك اون اتوندي ان اتاكون دو فيكساسيون مش ان اتاكون رابيد فير لافون كيما عند علي ولا زياد ولا سونتوس لاعب فقط يفيكسي المدافعين خاطر خممنا وقتها في الكاد دو 3A سليم بن عاشور يجي اكثر من تالي كان فما عندنا دي جوار دو كولوار ف وخاصه يحضق كثير لعب بالراس فالاختيار هو جاء اللاعب هذا باش نكون معك صادق لا باش نكون صادق معك اولا انا ما اخترتوش معناتها مش من لكن انا لما اختاروا ستاف دونك جي سوي سوليدير وكاني انا معاهم فهمت خلاص لك هنا شكون اخترت وما كانش في الليست انا بار اكزومبل شو اسمه خالد مولي كان موجود عندي انا في الاختيار ما وقعش عليه وطبيعي جدا بلاصه شكون
والله يجمع رابيل با ما نذكرش ما نعرف والله نذكر خاطر خالد كان موجود. هذا دلالة على أنه فما أن ترافاي كوليكتيف وأن ترافاي كوليجيال والنخب الوطني يسمع مش فورتيمو باش ياخذ برايك. يمكن رايك يكون صحيح لكن الأنيكدوت الأخرى اللي نحب نقولها لك هامة جدا. كريم حقي كريم أول ملاحظة وأول متابعة اللي هو كانت في مباراة كأس إسبوار نهائي كأس ما بين الترجي على ما أظن والإتوال في ملعب المرسى. سيتي أنجور متاع جوان تابعنا اللعب هذاك في المردود تاعو عجب روجي لكن الوقت هذاك لم يقع اختياره. ففي مباراة ودية كان ذكرش تونس والكوت ديفوار في أوت 2003 لما شفنا المباراة تاع الإسبوار روجي طلب مني بسك أنا واحد من مساعديه قال لي اون سو رابيل نتذكروا كان في اوت فما امكانيه اللاعب هذاك نحطوه في الليستا ربما راهو منه مازال ما لعبش سينيور وقتها في في ليكيب تاع ليتوال. افكتيفمون كنت قلت لي كنا نعمله في الليستا ذكرت المعلومه قلت له يا روجي راهو تفهمنا اللي كان اللاعب هذاك فما امكانيه اذا فما مكان نستدعوه فاستدعيناه وكانت له اول مباراه ضد الكوت ديفوار في المنزه ربحنا 3-2 كان ذكرش نهارتها مراد المالك وسيف الواحد تاعو وكان الانطلاق نتاعو باش عمل المسار اللي كل معناتها ساعات تا با بيزوان داتر صحيح تا با بيزوان داتر ان غران جوور اي سوفي داتر بون دون ان ماتش كيلكونك باش نجم تكون لك انطلاقه. نسرين بن علي بنت رئيس شنو كانت رده فعلها كي خرجت من الفيستير؟ والله شوف شو اسمه شوف هي الحقيقة القصة سهلة ياسر. روجي كان يرفض أنه أي إنسان يدخل الفيستير للاعبين خاصة لما ربحنا كأس أفريقيا. فلما رجع من الكونفرنس دو بريس ولقى برشا عباد في وسط الفيستير كان عنده رد متشنج شوية وخرج الناس كل قال لا سبيل أنه يقعدوا لأنه لاعبين عرايا ولاعبين قبلت هي لا اللي تي ان بو انيرفي ما نعرفش انا ما نعرفهاش الوقت فما مجموعه تاع فتيات ثلاثه الباري واحده منهم هي ما عملتش رياكسيون بعد ما قالتش البوها ما كلمكمش ما صارش حاجه با دي تو او كونترير انا بصراحه لما هو خرج العباد الكل قلت تو باش تكون فما رياكسيون باش تصير مشكله لكن في الحقيقه ما صارت حتى مشكله بل بالعكس وقع استقبالنا في قصر قرطاج وخذينا نهارتها التكريم.